السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة حلويات سلام. لا فيديو جديد بإذن الله. كيف العادة كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا واحد التحلية اللي كتجي زوينة بزاف وكتجي اقتصادية وسهلة في نفس الوقت، والاهم انها كتجي روعة في المذاق. كنتمنى ان شاء الله كيف العادة انكم تجربوها وتقولوا لي في التعليق كي جاتكم هذه التحلية هذه. غادي نخليكم مع طريقة التحضير وفرجة ممتعة. خليكم مع طريقه التحضير. غادي نحتاجوا باذن الله واحد اتر تاع الحليب، واحد كاس معمرش تاع دقيق الفورس، وواحد كاس معمرش تاع سكر سنيده ولا سكر الخشن، واحد جوج فانيليا، ومعلقه كبيره تاع النشا ولا المايزينا. فواحد الكسرونه غادي ندير داك اتر تاع الحليب، السكر سنيده، والدقيق الفورس، واكيد النشا. غادي نخلط مزيان 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 قبل ما نديرو فوق البوطه، واكيد الفانيليا ما غاداش نديروها في هذه المرحله هذه، باش نديروها في الاخير باش تعطينا داك اللوغو ديالها مجهد شويه. هنايا فوق البوطه غادي نديرو داك الخليط ديالنا، وغادي نبقاو نحركو نحركو نحركو، ما غاداش نوقفو من التحرك باش ما يتحرقش لنا داك الحليب من التحت. هنايا غنستمر بالتحريك كما كتشوفوا، ما غاداش نحبس نهائيا. كما كتشوفوا راه كتبدا تختار شويه بشويه، يعني غير كتاخذ شويه الوقت على حساب الحليب ما فايدش ما والو، كيكون الحليب بارد كما كتشوفوا كتجي على هذا القوام هذا، وكنزيدو نحركوه حتى كتزيد تختار شويه بحال الخليط تقريبا تاع الكيك. هانتوما كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، وغادي نزيد نحرك واحد الشيء ثاني من التحت باش ما نتاكد انني حتى شي حاجه ما لاصقه ليا لتحت، ونزيد نحرك حتى كتجي على هذا الشكل. كنطفيو عليها، ها انتم الشكل كيف ما كتجي عليه. غادي نطفي عليها، وكما كتشوفوا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي ولا يعني الضرب اليدوي اللي عندكم نتوما، وغادي نديروا داك الفانيليا، وغادي نبداو نضربوا مزيان مزيان حتى يعني داك الفاني كينسج ملينا مع الخليط ديالنا. وهنايا غادي ناخذ هذا الاطار هذا اللي كيتحل من الجناب، ممكن تستعنوا غير بالكويسات، انا يعني درتو بشكل اللي بغيت انايا. وهنا كيف ما ديما كنقول لكم الديزاين على حساب نتوما اشنو بغيتو. هنايا درت واحد سول بابي سولوفان على حساب ما ما يتلصقش ولا شي حاجه، درتو باش منين بغيو نزولوه يزول بسهوله. غادي نخوي الخليط ديالي وهو مازال سخون، ما حدني كنتحكم فيه باش ما يديرنيش ديك التوكات تولات. هنايا كما كتشوفوا غادي نخوي جميع الخليط ديالي، غادي نستوي السطح ديالو، غادي نعاود نغطيه بابي سيلوفان اخر من الفوق باش ما يتكونش لنا ديك القشره اللي كتكون فوق الكريم. هنا اكيد غادي ندخلها للثلاجه لتحت، ماشي المجمده الاخوات. غادي نخليها واحد 5 حتى 6 ديال السوايع باش تبرد مزيان مزيان، يعني بحال كي بغيتوها العشيه تصايبوها الصباح وتخلوها باش تبرد على خاطرها. هنا غادي نمروا للكناج اللي غادي نديرو ولا صوص الشوكولا اللي غادي نديرو. اكيد انا خليتها حتى بردات مزيان مزيان، عاد خرجتها باش ندير هاد يعني هاد المرحله هذه. درت واحد 9 ديال المكعبات ديال الشوكولات اسود، درت شويه ديال الزيت، وغادي نديرهم فوق البوطه. هاد الصوص راه ديجا خدمتها معكم في لا فيديو اللي فات في الكيك دي سباسيتو. هنايا غادي حتى يذوب الشوكولات مزيان ويولي يعني كما كتشوفوا، راه كتعرفوا الشوكولات الا كان دايب كيفاش كيولي، يعني ما يكونش فيه ديك التكتلات ما حاجه. يعني غير هنايا كنصيحه اللي ما كتصلحش ليها هذه الطريقه هذه، كيتحرق ليها الشوكولات ولا ما كيصدقش معها، من الاحسن يدير الباماغي، وهكا ما غاداش تضيعي الشوكولات اللي غادي تصايبي. هنايا كيف بعد ما داب الشوكولات مزيان مزيان، واكيد مع التحريك المستمر وبعافيه اللي كتكون مهيله مهيله، هنايا كما كتشوفوا غادي نبقى نخلط في الشوكولات ديالي هكايا حتى كدوب مزيان. بالنسبه اللي ما كتعرفش لهاد المرحله هذه، من الاحسن دير الباماغي باش ما يخسرش لك الشوكولات. هنايا كتفادي انك تخسريه. هنا بعد ما طفيت عليه اكيد غادي نزيد عليه جوج دانون ديال الشوكولات. من الاحسن يكون ديال اللي كيكون الواحد جوج دراهم باش يعطيك شويه الكميه كثيره. هنايا انا درت جوج ديال جوج دراهم غير باش يعطيك الكميه كثيره، يعني على حسب حتى هذه المرحله هذه كتكون اختياريه، ممكن تستعني باي حاجه يعني كاين متوفره عندك. هنايا كما كتشوفوا غادي نستمر بالتحريك هكا بالشوكولات مع داك دانون. عاد غادي نزيد عليه واحد راس معلقه ديال الزبده باش غير تعطيني داك اللمعان. صراحه هاد اللمسه هذه كتكون خاصه بالنسبه للي بغى الشوكولات ديالو يبقى كيلمع ويبقى داك البريون فيه، واخا كيتبرد الشوكولات يعني كتبقى داك اللمعه كتبقى فيها.
كتعطي واحد اللمسه ليها زوينه بزاف. هنا بعد ما خرجت التحليه ديالي من الثلاجه، غادي نقلبها في المول بكل سهوله. غادي نحل الاطار من الجنب، غادي نحيد ديك الطاره التحتانيه كما كتشوفوا. هنايا المول انا التحليه يعني مايله ليا شويه، غير صايبتها بكل سهوله. هنايا كما قلت لكم حيدت السلوفان حتى هو بكل سهوله، ودرت كما كتشوفوا الشوكولات كيعطي ديك البريون على هذا الشكل هذا. وهنايا غادي ندير ديك التميعات من الجناب بحال هذا الشكل هذا، ونقاد لي هذاك داك الفوق. وكما كتشوفوا كتجي سهله سهله سهله. وكما قلت لكم ممكن ديروا اي حاجه من الفوق، يعني غير من الاحسن غير من تقاد لكم الشوكولات هي الاولى مزيان مازال ما جمدات، وكتقادوا داك الفوق ديالها على هذا الشكل هكا. وهنايا كما قلت لكم دائما تزيين اختياري وعلى حسب المتوفر طبعا تاع الانسان. هنايا انا استعنت بهذا البيمو هذا، الواحد غادي نقطعو على هذا الشكل هكا ومن دوائر صغار، وغادي نديرو فوق يعني الفوق ديال الكيك ديالي، والثاني غادي ندير هاد الديزاين هكا. وهذا كما كتشوفوا الطرط ديالي ولا التحليه ديالي على هذا الشكل. و الى عجبتكم علاش لا كيف العاده، ما تنساونيش تبارطاجوها مع الحباب والصحاب، وما تنساونيش من لايكات ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله كيف العاده انها تعجبكم، و الى عجبتكم علاش لا قولوها لي في التعاليق. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع.